مرحبا طلاب، فيديو جديد يخص مادة الشبكات. راح نتناول به الجزء العملي من المادة. الجزء العملي راح يكون ببرنامج سيسكو باكيت ترايسر. أول فيديو راح يكون فيديو بسيط عن طريق عفوا يعلمنا طريقة إعداد الراوتر. راح نحتاج بهذا الفيديو راوتر، راح يفضل استعمال راوتر 1841، ونحتاج أيضا من هنا نجيب حاسبة بي سي ونحطها هنا. راح نربط بيناتهم باستعمال الكونسول، هذا هو الواير اللي لونه ازرق. راح نجي نربط به الحاسبه، نختار المنفذ RS232 ونربطه بالراوتر ونختار كونسول. هسه ربطنا الحاسبه بالراوتر عن طريق استعمال الكونسول. مثل ما تعرفون انه الراوتر ما بي شاشه او بي نظام تشغيل معين حتى نسوي له اعدادات، لازم نربطه بحاسبه و عن طريق الحاسبة نسوي إعدادات للراوتر. هسه راح نطب على البي سي مالتنا، نروح على ديسكتوب ونروح على تيرمينال. هاي الإعدادات تبقى ثابتة من نعبيها. نرجع مرة اللخ ديسكتوب وتيرمينال، هاي الإعدادات ثابتة، وندوس أوكي. راح تطلع لنا هنا الصفحة الخاصة بالراوتر. مثل ما تلاحظون الخط شوية صغير ومدى يكبر، فلأغراض الفيديو فقط راح اسده واشتغل من الراوتر مباشره. مثل ما تلاحظون هنا الخط كبير وواضح، لكن الشغل يكون بالمختبر. انطب على البي سي وانطب على الديسكتوب ونروح على التيرمينال وندوس اوكي ويطلع لنا اعدادات الراوتر. هسه راح اروح على الراوتر مباشره اني من هنا واكتب له هنا. طبعا ده يقول لي هل انت يعني تريد انه يسوي الاعدادات بصوره تلقائيه؟ راح اقول له نو وادوس انتر. وراح مثل ما تلاحظون هنا أنا مكتوب راوتر. أول شيء راح نفعل الراوتر ونكتب Enable ونضغط Enter. راح يطلب مني المود الثاني، بالمود الثاني حكتب Config Terminal وندوس OK. هسه طببني إلى مود الكونفيج. هسه راح أربط حاسبة أخرى قبل ما نكمل الشغل. راح أربط حاسبة هنا بالراوتر. مثل ما تلاحظون هنا مكتوب FA00، إذا إنه هاي الحاسبة مربوطة عفوا بالراوتر عن طريق الفا 00. نجي هنا نرجع مرة اللخ لإعدادات الراوتر مالتنا. راح نقول له init fa 0/0، معناها إنه اختار لي الانترفيس اللي هو 0/0 اللي هي مربوطة بالحاسبة اللي عندي. راح أدوس انتر. هسه راح نقول له IP address، راح ادخل الاي بي ادرس للراوتر 192.168.1.1. ما نقدر ندوس 1.0، ليش؟ لان هي هاي الصفر هي مخصصه للنيتورك، فحطيت اعطي اي بي للراوتر راح انطي 1، وراح نحط سبيس ونحط الماسك 255.255.255.0. ندوس انتر. قبل ما ننهي هنا نلاحظ انه هاي النقاط اذا تلاحظون هي لونها احمر، اذا ماكو اتصال بين الراوتر والبي سي. فحتى يصير اتصال بيناتهم راح نكتب اعاز نو شات داون، ولهنا احنا سوينا اعدادات للراوتر. نجي نسد الراوتر. مثل ما تلاحظون صارت هني النقاط خضر، اي انه معناها اكو اتصال. انطب على البي سي المتصله بالراوتر ونروح على كلمة ديسكتوب، نروح على IP configuration. هنا أنا عندي IP configuration مكتوب أول شيء عندي IP address. هنا حننطي IP address للحاسبة، فنقول 192.168.1.10. ندوس تاب أو نروح للجزء السبنت ماسك، هو راح ينزل الماسك تلقائي. الديفولت جيت واي هو نفس الاي بي اللي انطيناه للراوتر اللي هو 1.1، فنقول 192.168.1.1. هذا هو الديفولت جيت واي اللي هو نفس اي بي الراوتر. هسه راح نسد الاي بي كونفجريشن ونروح على الكوماند برومت حتى نشوف شغلنا كان صحيح لو لا. حندوس الاعاز اي بي كونفج وندوس انتر. حيطلع لنا معلومات عن الاتصال مالتنا. الاتصال مالتنا هو فاست ايثرنت 0، الاي بي ادرس مالتنا اللي هو 1/10، الماسك مالتي هو 255.255.255.0، والديفولت جيت واي الراوتر اللي اني متصل به اللي هو 1.1. لهنا كملنا هذا الجزء من الفيديو اللي هو عمليه اعدادات بسيطه للراوتر
وايضا شلون ننطي IP للحاسبه. هنا ينتهي هذا الفيديو، واتمنى استفادتم من عنده.